قال المصنف، قال المؤلف رحمه الله، هو الإمام البربهاري في كتاب شرح السنة، قال: والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي عليه السلام، فإن حوضه ضرع ناقته. في هذه الجزئية تكلم الإمام البربهاري عن اعتقاد وإيمان أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالحوض، أنهم يؤمنون بالحوض. طيب، ما هو اسم هذا الحوض؟ زول يعرف يا جماعة، ما هو اسم هذا الحوض؟ حوض النبي صلى الله عليه وسلم اسمه شنو؟ عنده اسم ولا اسمه الحوض؟ آية منتبه، اسمه شنو؟ الكوثر. قال اسمه الكوثر. طيب، جاء حديث البخاري عن عائشة لما سئلت عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، فقالت هو النهر، الكوثر هو النهر الذي أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم في الجنة. فهل هو حوض؟ الكوثر ده حوض ولا نهر؟ انتوا ما قلتوا الحوض اسمه الكوثر صح؟ عائشة رضي الله عنها سألوه عن الكوثر، قالت هو نهر أعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في الجنة. هذا الحوض، هذا النهر عفوا، في الجنة. فالسؤال قائم، هو حوض؟ لا، انت ما فهمت السؤال، ما فهمت السؤال. السؤال يا جماعه انه قالوا الحوض بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الكوثر. طيب، عائشه رضي الله عنها قالت الكوثر ده نهر، وانتوا قلتوا حوض، كده سؤال واضح مش كده؟ عام حديد، عام حديد، يعني ما اسمه الكوثر الحوض؟ ما اسمه الكوثر. طيب، في زول عنده كلام ثاني؟ كلام صحيح؟ في زول عنده كلام آخر؟ طيب يا جماعة، في النهر الذي في الجنة اسمه الكوثر، خلاص؟ طيب، في ثاني لسه سؤال قائم في البخاري أيضا، ابن عباس سئل عن قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، قلنا عائشة قالت هو شنو؟ نهر. ابن عباس سئل عن هذه الآية، قال الكوثر هو الخير الكثير الذي أعطيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كيف؟ دي كده بقت ثلاث. الحل ابن حجر قال ثلاث، قال في نهر في الجنة يهوز ذكرته عائشة رضي الله عنها واسمه الكوثر، وفي الحوض بعد ذاك حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهر الذي اسمه الكوثر ماشي، ماشي كده يصب في الحوض، ماشي بيصب وين؟ بيكوب وين؟ ده جمع بين الاحاديث كلها، قال يكوب في الحوض، فلذلك قال يسمى الحوض ايضا الكوثر كما يسمى النهر الكوثر، لان الحوض لان النهر يمد الحوض، نهر الكوثر يمد الحوض. فالنهر اسمه الكوثر والحوض اسمه برضه شنو يا جماعه؟ الكوثر. لكن اصلا الكوثر هو شنو؟ هو النهر. سمي الحوض بالكوثر لانه مصب لنهر الكوثر، فالاثنين اسمهم الكوثر، لكن النهر هو الكوثر. وسمي الحوض بالكوثر لانه مصب لنهر الكوثر. اما كلام ابن عباس الكوثر هو الخير الكثير، قام حلاو سعيد بن جبير تلميذ ابن عباس في الأثر البعدي وطوالي في البخاري في نفس الباب، لما سألوا السؤال ذاته الذي سألناكم له، كيف يقول ابن عباس هو الخير الكثير وعائشة تقول هو نهر يسمى الكوثر؟ قال إن النهر الذي يسمى الكوثر هو
من الخير الكثير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. في زول يقدر يلخص لنا الكلام ده؟ في زول يقدر يلخص يا جماعة؟ أيوة بس سمع الناس يقول له كلام واضح هو. وسمي هذا الحوض بالكوثر ليه؟ من نهر الكوثر. نعم. وهذا النهر وهذا الحوض هو من الخير الذي يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى التفسيرات كلها اتفقت كما قال ابن حجر عليه رحمة الله. طيب الحوض ده جاء في حديث فيه حديث فيها اختلاف فيها روايات. قال من صنعاء إلى المدينة طوله أو عرضه، وقال من صنعاء إلى أيلة، وجاءت أحاديث كثيرة في مسافاته، والمسافات كانت مختلفة في الأحاديث. النووي قام جمع بيناتها، قال إنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافات ليبين وسع الحوض وعظمه وأنه كبير. ما قصد المسافة من كده متر لكده متر وكده كيلومتر بالضبط لكده كيلومتر. عشان كده اختلفت شنو يا جماعة؟ المدن التي ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم المثال. فكأنه كان هذه المدن التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنه الحوض مساحته كما بين كذا وكذا وكما بين المدينة وأيلة أو صنعاء وكذا أو كذا وكذا، لتقريب الفهم أنه واسع، ولم يرد بالضبط المساحة كم كيلومتر أو كم ميل أو كم متر. المسألة الثالثة في الحوض، أول ناس يرد إلى حوض النبي عليه الصلاة والسلام من هم؟ في زول يعرف يا جماعة من هم؟ أنا دائما بعمل سؤال وجواب، لأن العلماء قالوا ده أوقع وأثبت للعلم وللمعلومة في ذهن الإنسان. يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ مش كده؟ إلى غيرها من الأحاديث. أيوة. قال حسب ورودهم، حسب تمسكهم يعني بالسنة يعني. روى الترمذي. أيوة تفضل. أنت كده تعال تعيد. كده سمعهم وبعدين تعال. ها؟ قال الإنسان لا ورد له ولد صغير ومات الولد ده، قال ده أول إنسان يرد الحوض. أيوة. يا جماعة زول بيتكلم يقيف كده ويعلي صوته عشان نسمع وعشان يتعلم ذاته على الشجاعة في الكلام وفي الخطابة. أيوة. قال شنو؟ ما سمعت حاجة والله. المصلين. طيب إذا قلت المصلين، ربنا قال عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يعني برضو بيجوا أول الناس يشربوا من الحوض المنافقين؟ لا، هذا محال، هذا خطأ. أيوة. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اصلا حوض النبي صلى الله عليه وسلم ما بيشرب منه الا امه النبي صلى الله عليه وسلم. حنجي لحته وان لكل نبي ولكل نبي حوض بموضوع ثاني، والخلاف بين العلماء فيه والراجح. طيب روى الترمذي باسناد صح الالباني المرفوع منه وضعف الموقوف منه، لانه فيه حديث طويل، قصه طويله فيها موقوف فيها مرفوع، قال المرفوع ده صحيح. المهم انه النبي عليه الصلاه والسلام قال وان اول الناس يريدون علي الحوض فقراء المهاجرين. فقراء وشنا يا جماعة؟ المهاجرين. قال صاحب تحفة الأحوزي في شرح الترمذي قال وأولهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقراء المهاجرين دي الأول ناس بيردوا شنا يا جماعة؟ خلاص، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أول من هاجر، مش كده؟ طيب فقراء وسيد من هاجر، فقراء المهاجرين، النبي قال كده. قال
أشعثهم رؤوسا وأدنسهم أجسادا لا ينكحون المتنعمات المدفوعون من السدد. دي الأول ناس بيجوا حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرين. أشعثهم رؤوسا يعني مغبرة يعني وكثيرة وكذا، يعني كناية عن الفقر يعني. وأدنسهم أجسادا يعني برضو فقراء وهدوم مغبرة وكذا وتعبانين وكذا. قال لا ينكحون المتنعمات بسبب فقرهم، هذول ما يقدر يتقدم لوحدة متنعمة غنية، ولو تقدم ما بيدو، ولو مش يدق الباب ما بيفتحوا الباب. عشان كده قال المدفوعون من السدد بالضم هكذا وفتح الدال وضم السين. والسدد هي الأبواب، وسمي السدد لأن الباب يسد به الفتحة التي في البيت فما يفتح له. عمر بن عبد العزيز لما سمع الحديث ده معلق تحت كلامه موجود عقب الحديث سنن الترمذي، بكى حتى أخضب لحيته وقال والله لقد نكحت المتنعمات وفتحت لي السدد، لأنه تزوج بخليفة مش كده، وآباء وجدودة جدة برضو أبوها خليفة وجدة خليفة وأخوانه كلهم خلفاء. طيب فالمهم فديل أول ناس يا جماعة يريد حوض النبي عليه الصلاة والسلام. طيب المسألة الرابعة في الحوض، هل الحوض قبل الصراط أم بعد، معانا أنتوا يا جماعة، أم بعد الصراط؟ والذي يجيب يأتي بالدليل من الكتاب والسنة. يا محمد عوض أحسنت، يعني الحوض قبل الصراط، وهذا خلاف ما قاله الإمام البخاري. الإمام البخاري بيرى أنه بعد شنو؟ بعد الصراط، لكن أكثر أهل العلم بيروا أنه قبل شنو يا جماعة؟ الصراط، أخذا بهذا الحديث. قالوا لو ما أصلا الزول اللي بيعدي الصراط ده ما خلاص بيمشي الجنة، بعد بيمشي الجنة ما بيرجع النار. وعندك الحديث الذي من الأحاديث التي ذكر فيها الحوض، النبي صلى الله عليه وسلم قال ليزادن من أمتي أقوام أعرفهم، يزادن يعني يقطعن، يعني في شيء يقطع بيني وبينهم، بينه وبين الحوض، أعرفهم. قيل كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم غرة محجلين من آثار الوضوء، فيؤخذ بهم إلى النار فأقول يا ربي أصيحابي أصيحابي، انتبه للكلام ده مهم. وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما غيروا بعدك، وجاء بروايات كثيرة من الروايات ارتدوا على أدبارهم، فأقول سحقا سحقا أو بعدا بعدا، فيأخذونهم إلى النار. فلو كان الحوض بعد الصراط اصلا اللي بيقطع الصراط ده شنو؟ ما بيرجع لشنو؟ العلماء قالوا ما بيرجع للنار ثاني. فيبقى الحوض بناء على هذا الحديث، حديث الحوض، انه قبل شنو يا جماعه؟ قبل الصراط. وده قول اكثر اهل العلم، ده قول اكثر اهل العلم. المساله الخامسه في الحوض ومن احكام الحوض، هذا الحديث ليزادن من امتي اقوام الى ان قال اقول يا رب أصيحابي أصيحابي. قالت الشيعة والشعبيون الصحابة إما ماشين للنار وإما حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مكذوبة، صح؟ قالوا كده،
قالوا إذا قلت حديث الرسول صحيحة، ما هو ده قالوا ما في حديث ذاته. قالوا إذا قلت حديث الرسول صحيحة أهل حديث ذا ديل، هم قالوا كده، زعموا أنه الحديث ذا بودي الصحابة النار. يعني الرسول قال أصيحابي أصيحابي، وفي الرواية الأخرى قال إلى أين؟ قالوا إلى النار والله، يعني مدخلين لهم النار. فهمتوا الشبهة يا جماعة؟ فهمتوا الشبهة؟ بعد ذلك نشوف الجواب. طيب الرد شنو على الشبهة؟ طيب ده تعريف الصحابي، لكن الرد على الشبهه شنو؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو؟ نعم قال الملائكة قالوا هم شرك، فإذا ابتدوا بهم ما صحوا، وإذا ما ابتدوا هو ده تعريف الصحابي. طيب ما قولك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا صيحابي وصيحابي، دي نرد عليها كيف؟ وفي رواية أخرى صحيحة عند مسلم بالمنافق، صحيح مسلم قال أصحابي أصحابي، دي ما يلقى الدجال بتاع الفتحاب يقولوا لقيت دليل على أنه صحابة يقتصر بالسلطة هنجف أيوة لو كان قاصد إنه دليل المسلمين كان قال هؤلاء من أمتي أو هؤلاء المسلمون، ما كان قال أصحابي. أمتي يا ربي كل الأمة. خلاص؟ وديل جزء من الأمة بيزادوا عن الحوض. ما كل الأمة، لأنه في أمة بتشرب من الحوض. أنت تحول تحوم حول الحمى، مش كده؟ طيب أيوه. قال الآية وده كلام صحيح الآية ما في مشكلة، لكن النقطة الثانية جبتها إنه كلمة بعدك ما ممكن يكونوا صحابة، هذه باطلة مردودة، لأنه في صحابة عاشوا بعد الرسول ولا ما في؟ بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم في صحابة ولا ما في؟ أنس بن مالك ده عاش، يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا إلى آخر، وأبو بكر الصديق خليفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر خليفة بعد وفاة أبو بكر، وعثمان وعلي. أيوة ها معدي الشبهات دي لابد من مناقشتها، لأنه بلدنا بقت تحصل كلها شبهات، كلها شبهات، فيسبوك واتساب نت في الشارع في الجريدة في التلفزيون في الراديو، كله شبهات كله شبهات، والناس اللي كانوا خدت عليهم الأمة إنهم يردوا على الشبهات بقوا شغالين دعاية في الشيبس بالشطة، عشان كده أنت لابد تتعلم كيف ترد على الشبهات، لأنه ما في زول قاعد يرد على الشبهات إلا من رحم الله، ناس الله داهم قنوات وكده شغالين شيء الصباح شيء الصباح شيء الصباح، فلابد تتعلم أنت ده، وده واجب عليك، ده واجب عليك، ومصادمة أهل البدع واجبة واجبة، ترد على أهل البدع وتصادمهم وتكشف عوارم وتدرس هذه الشبهات وتعلم الرد عليها لابد، والكتب اللي بندرسها دي كلها اصلا هي ردود على شبهات، انت قايل شنو ذات؟ ايوه طيب بساطه الصحبه، الصحبه الشرعيه هي اخص من الصحبه في اللغه العربيه، دليل قول الله تعالى انما صاحبكم بخاطبه قريش وواصى صاحبكم بمجنون، فصاحبكم هنا ما بمعنى الصحبه الشرعيه، كذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام اصحابي اصحابي ما يقصد به الصحبه الشرعيه ان هم الصحابه رضي الله عنهم. ما صحيح. ما صحيح.
لأنه لو ما كان يقصد الصحبة الخاصة كان يقول أمتي، زي ما قال في حديث الشفاعة أمتي يا رب أمتي يا رب، مش كده؟ والنبي عليه الصلاة والسلام بيانه أكمل البيان، ما بيقصر في البيان. أيوة أنا ما سامع كلامك، ما سامع كلامك. لما الصحابة بيصلوا والأمة باقي الأمة بيصلي خلاص، هو المنافقين كان بيصلوا صلاة لكن ما جاء إنها كان بيصلي. سمع النازل سمع النازل صلى في الحديث وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي في اخر الزمان وناس يؤمنون به اخواني، قالوا يعني الصحابه سالوا هل نحن اخوان؟ قال لا انتم اصحاب. فالصحبه يعني ما مقصود بها الصحبه زي ما قال اخونا الصحبه الشرعيه، مقصود الصحبه النبويه. طيب يا عباد اخر اخر جواب تفضل. لا ما ممكن زول يعترض يقول لك امتي روايه وصيحابي روايه واصحابي روايه، الجمع بين الروايات الثلاثه ان اصحاب الرسول من الامه هم افضل الامه، هذا هو الجمع. إذا زول قال لك تحلها كيف؟ أنت دائما لابد لما تجيب حجة، حجة تكون لا تكسر ولا تقهر، عشان ربنا قال بل نقذف بالحق على الباطل ماله فيدمغه، الحجة لابد تكون قوية ما تقهر أصلا. طيب العلماء تكلموا وجاوبوا بأجوبة صاحب تأويل مختلف الحديث والإمام النووي في شرحه لمسلم وغيره من علمائنا وأئمتنا تكلموا، قال أقوال أفضل وأقوى تلك الأقوال فيما أعلم والله أعلم إن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أصحابي أصحابي وصيحابي وصيحابي لسه ما أخبروه إن النازل ما من أصحابه، والنازل ارتدوا وغيروا وبدلوا، ففي الأول صح النبي قال أصحابي أصحابي وقال أصيحابي أصيحابي، ونحن نعلم يقينا بالاتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، لا يعلم شنو؟ الغيب، لا يعلم الغيب، فقال أصحابي أصحابي فأخبر أن هؤلاء ليسوا من أصحابه بل هؤلاء ارتدوا عن الدين كما في رواية في صحيح مسلم قالوا إنك لا تدري لقد ارتدوا بعدك. عشان كده شيخ ربيع قال ديل المرتدين، أن الناس اللي ارتدوا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما كلام قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي قال أصحابي لكنه لا يعلم الغيب، وهذا من أدلتنا أهل السنة، نحن أهل السنة والجماعة من أقوى أدلتنا أن الرسول لا يعلم الغيب. فهمتوا يا جماعة الرد ولا ما فهمتوا الرد؟ الرسول قال أصحابي أصحابي لكن بيّنوا له إنه ده ما أصحابك، ده الناس ارتدوا بعديك، ده الناس ارتدوا، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال سحقا وبعد، ده الرد وده أقوى رد. بعض العلماء قالوا ديل الناس العصوا الله
وكذا. فأجيب عليهم ورد عليهم: لو كانوا ما ارتدوا وعصوا الله، ما ارتدوا ما كفروا بالله لكن عصوا ساكت ولسه مسلمين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم سحقا وبعدا لشفع لهم. لأن شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لأصحاب الكبائر والمعاصي من أمته من المسلمين الموحدين. إذن القول الراجح أن هؤلاء المرتدون الذين كفروا وارتدوا وتركوا الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوا الحتة دي يا جماعة؟ هذا الصحيح. والرد على والجواب عن أو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي أصحابي وصيحابي وصيحابي، النبي ظنه من أصحابه، قال له ده ما من أصحابك، ده المرتدين ارتدوا بعد ما أنت مت، موضوع أنت. طيب، الحكم السادس في الحوض: عدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ومن شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحكم رقم كم؟ السادس: هل لكل نبي حوض؟ لأن البربهاري قال ولكل نبي حوض. قال بعض علمائنا الحديث في ذلك ضعيف، ولكن صح الحديث ابن الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لكل نبي حوضا، فأيهم يرجو أن يكون أكثرهم واردة، وإني لأرجو أن أكون أنا أكثرهم واردة. فأي نبي عنده هنا يا جماعة؟ حوض. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: ولكن حوض النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم تلك الحياض وأكبرها وأوسعها، وحوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن أي نبي؟ أي نبي ولا أي رسول؟ أي نبي، لأنه قال إن لكل نبي حوضا، وده معناته أي رسول. النبي قال إن لكل نبي حوضا، هذا الحديث معناه أيضا لكل رسول حوضا، لأن كل رسول جمع بين النبوة وجمع بين الرسالة، ولكن هناك أنبياء وليسوا برسل. أما الرسل فهم رسل وأنبياء. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي حوض، شملت الأنبياء وشمل شنو؟ المرسلين. فهمت يا جماعة؟ طيب، فأي نبي عنده حوض؟ لكن أكبر حوض هو حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، أحواض الأنبياء التانين ما له؟ بيحصل فيها شنو؟ قال الشيخ العثيمين: يشرب من كل حوض نبي أمة ذلك النبي، المؤمنين من أمة ذلك النبي. طيب، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض أوسع حوض، والناس اللي بيردوا أكثر من الآخرين من باقي أمم الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. مسألة أخيرة: قال إلا صالح النبي عليه السلام فإن حوضه ضرع ناقتي. في حديث، لكن حديث موضوع كما ذكره الإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات، وحكم عليه غير من أهل العلم أنه حديث موضوع لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. فحتى صالح له حوض لقول النبي عليه الصلاة والسلام إن لكل نبي حوضا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. في سؤال؟ أتبع بسؤال واحد لو في أسئلة. سامي يقول: كثرت في الأونة الأخيرة البلاغات والقضايا والسجن ضد دعاة التوحيد، والبعض صار متضايق من هكذا وضع، وآخرون صاروا يلمزون الدعوة من هذه الحزبية بأنها منفرة، فما نصيحتكم في القول وجزاكم الله خير؟ كلمة واحدة بس: أصلاً دعوة الحق مبتلى، وأهل الحق مبتلون، كما قال الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذب، والى غيرها من النصوص والايات والاحاديث. فدعوه الحق اصلا مبتلى، كما قال ابن تيميه او ابن القيم، قال ابن تيميه الحق منصور ولكنه ممتحن، هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، وقد يكون قاله غيره. الحق منصور لكن ممتحن، وده من علامات اهل الحق انهم ممتحنون وانهم مبتلون وانهم يحدث لهم مشاكل وفتن وامتحانات وابتلاءات من الله سبحانه وتعالى. اما اهل الضلال قد يكونوا منعمين من اهل البدع زي الحزبيين وغيرهم، تلقاهم امورهم ماشيه وفاتحين لهم قنوات واذاعات وشغالين، ما في زول ذاته بيسألوا. حتى الصوفيه ذاته بالعقائد الشركيه اللي عندهم والعقائد الكفريه والبدع المضله اللي عندهم بيجيبوهم، حزبيين بيجيبوهم بيكرموهم، كرموهم مبسوطين منهم جدا. الصوفيه مبسوطين برضو من الحزبيين، كان صار السنه والاخوان المسلمين والسروريه ونز عبد الحيوس وغيرهم وغيرهم وغيرهم. لكن اهل الحق مبتلين، اي رسول ربنا ابتلاه، وريني النبي او رسول ربنا ما ابتلاه. النبي الله ابراهيم اذوه اذيه شديده، واكبر واعلاها رموه في شنو؟ رموه في النار. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ضربوه في الطائف وضربوه في مكه خنقوه. في البخاري قال عقبه بن ابي معيط جا ركب، النبي صلى الله عليه وسلم كان ساجد تحت الكعبه، ركب فوق ظهره وخنقوه. قال الراوي حتى كادت عيناه تخرجان، ده للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابو جهل ايكم ياتي بسلى جزور بني فلان، اصل فلان ده يقدر يحل لهم ضبيحه، اللي بيجيب العبشه والكرشه والوسخ بتاع الابل الضبحوها هناك منو ويلقيها، قال على ظهر هذا المرائي يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، لانه النبي كان يصلي عند الكعبه. فقام عقبه بن معيط جرى وجاب العفانه دي ورماها فوق ظهر النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه لحد ما عيونه كانت تمرق برا، حتى جاءت فاطمه وزحل سل الجزور من ظهره وتسب المشركين. وقبل كده برضه خنقوا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء ابو بكر الصديق قال تقتلون رجلا ان يقول ربي الله، وعاب عليهم ذلك وحمى النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعوه كده، دعوه الحق اصلا مبتلاه. واكثر ناس بيبتلوا اهل الحق هم اهل الشرك واهل الحزبيه، اهل الشرك والبدع واهل الحزبيه. الحزبيين ذاتهم بيتحالفوا مع اهل الشرك، والله العظيم جد الكلام ده قد تجيبوه وقد تجيبوه في مبالغه، لكن ده الحاصل في واقعنا الان. اهل الحزبيه ذاته كان انصار سنه ولا غيرهم يتحالفوا حتى مع اهل الشرك ضد اهل التوحيد واهل الحق واهل السنه، وده مشاهد الان مشاهد. يكرموا في اهل الصوفيه وفي كده وينسنسوا ويبلغوا في اخواننا، وتمشي مسجدهم يقول لك كفى كفى، ويجي واحد صوفي عنده شركيات يتكلم يقول الله ما بيسمع ذاته، تلقى بتاع كفى ده مكفي قاعد تعب ما يقدر ينكر على الصوفي. خلاص فافهموا انه ديل اعداء الدين الليله، عشان كده لابد تضربوهم بيد من حديد بالايات والاحاديث، زي ما بتكشف الصوفيه واهل الشرك واهل البدع تكشف اهل الحزبيه ديل ذاته في اي محل، لانه الناس بيشوفوا الدقين وبيشوفوا كده يقول لك انت انصار سنه، اضرب الصوفيه وقول ديل ذاتهم معاهم تبع عليهم، لانه قاعد يكرموا شيخ الطريقه السمانيه وقاعدين يكرموا ود الصايم ديمه وقاعدين وقاعدين وقاعدين. ديل مجرمين وديل عارفين الحق وبيجوا مع المجرمين ديك، ودي الأسوأ ذات لأنه عارفين الحق، مشوا قروا في المدينة وبيجوا دكاترة وبيجوا بروفات، برضو واقفين مع على الشرك لحد الليل. ما تتضايق لأنه ده دين الله كده، ده دين الله كده. تصبر بس، اسمع واطع للأمير وإن جلد ظهرك أخذ مالك، وتصبر على الأذى. خلاص كل الرسل صبروا، ودائما عاقبة الصبر النصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال لابن عباس واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حديث الترمذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال معاه مش بعدي ومعاه طوالي، فبتضيق لكن ربنا ضيق عليك عشان يفتح لك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ربنا دار يفتح لك، يفتح لكم الدعوة. والدعوة إذا قفلوا لها باب ربنا بيفتح لها آلاف بل ملايين الأبواب. أي باب يقفل اعرف انه في باب ابواب احسن منه واوسع منه واكثر منه
ربنا داري يفتح لك، لكن انت تصبر، ما تبقى زي الخوارج زي ناس عبد الحيوب شام الرماد، وكل ما عملوا لك حاجه تقعد تكوري. هيو ابينا مهرم ماهر ذاك اول ما حصل حاجه كده في البلد طلع مظاهرات، عندي مصور طلع مظاهرات من الجامع. خالد الراجد في السعوديه اول ما حصل حاجه ولا ما حصل ذاته طوالي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين الا في الرياض، قبضوه دخلوه لحد الليله قاعد تحت ان شاء الله ما يمرق لهم الغيامه قاعد خلاص. فما تبقى اهبل زي السروريه ومبتدع وضال زي هؤلاء الخوارج، تصبر. قفلوا الباب ده، الباب ده بيفتح بل ابواب، وما بزول بيقدر يحارب الله، كان زعلت ولا رضيت ما بزول بيحارب الله، الدعوه دي حقت الله. في زول دار يحارب الله ها بيقدر خليه هسه يقدر يحارب الله؟ جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.